رايحة فين كده؟ خارجة. يعني رايحة فين؟ رجلي نملت، قلت انزل مشيهم شوية. بالمنظر ده واللبس اللي عليكي ده؟ فين الروج الموف؟ صدقني انت ما عندكيش ده. انت مش حاسة باللي احنا فيه؟ ما تردي عليا، انا بكلمك. انت عايزة مني ايه يا عسلية؟ عايزة اعرف انت رايحة فين كده؟ راح اجيب نيلة فلوس من غنوة. هي غنوة يتحط لها المكياج ده كله؟ يتحط لها المكياج. بكرة معاد زيارة علي، عايزة اجيب له حاجات كتير، وعايزة ادفع عرض من المحل. وبعدين التلاجة اللي بتلقوا جوه دي فاضية، هناكل ايه؟ هناكل انا وانتي طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكرة هنزل الشغل، اقعدي انتي يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قوليلي. انت كنت بتحبني صح؟ انا عارفة انك كنت بتحبني يا حسن. وانا كنت عايزة نتجوز عندنا عيال ونفرح زي كل الخلق، مش كده؟ الحسن سابني ومشي يا عسلية، سابني لوحدي ومشي يا عسلية. الله يرحمه يا رب، سابنا كلنا. سابني ومشي يا عسلية. أنا كنت متأكد إن أنا حموت قبل منه، بس أمر الله، أمر الله. وسابني لوحدي، مش عاوز أكمل في الدنيا من غيره يا عسلية. هو مش في إيدينا، يا ريتو كان بإيدينا يابا. الحسن ده كان أحلى حاجة حصلت لي في حياتي كلها. مش عايز حاجة أعملها لك يابا. كتر خيرك، هتعملي لي إيه يا بنتي؟ هو اللي كان بيعمل لي كل حاجة، يأكلني ويشربني ويلبسني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبرني اتجوزته زي ما انا حاسبه نفسي، والله اللي عامل لك كل اللي انت عايزه. كتر خيرك يا بنتي. لا بالحق يا ابو، مفيش حاجه عن اللي عمله العمله السودا دي؟ مفيش يا بنتي، بيقولوا قتلوه علشان موبايل ب1000 جنيه، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. سابني ومشي، سابني لوحدي، سابني لوحدي. الله يرحمك يا حسن. سابني ومشي، ابني حبيبي، سابني ومشي. الله يرحمك. لا مشي نفسك كده يا بابا. الله يرحمك. لا وايه، وهو اسلم ما رضيش، وقال له ربنا لو جه هيموته في حته ولا حاجه. خدها في باب البارع على راس الشريعه. لا والله يا صاحبي. الحق صاحبك، شوف رقم العربيه مع مين. وبعدين اللي معاه محسن ما. الله 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 الله، الواد الفرفور ده. ايه يا عم السين؟ تخبطني ليه يا سين؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني والله. وعورتني. طب بس حاسب المطوه دي لما جيتش جنبك. نزل ايدك يا. طيب 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 خلاص اهدى بس. طب اهدى بس. ايه ده؟ طيب ايه البنت اللي كانت جنبك دي؟ انا ما كانش جنبي بنات. هسأل السؤال مره كمان، عيال حرام من دي لو ما ردتش عليا على ورا. بص اقول لك، اقول لك، اقول لك، دي بنت شاطر جايبها من الدقه، والله العظيم هي اللي جايباني هنا.
هي اللي جابتني والله العظيم. طب وانت رياض؟ حاضر. لو شفتك تاني بقول لا عليا حرام ازعلك. حاضر هزعلك. حاضر. يلا سيب اخلع ده فطرته من هنا يا واد. اخلع يا واد اخلع ده فطرته. كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرايه يا بت قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عند غنوه وسالتها بقرشين وادتني 1000 جنيه. انت ليه دايما بتظني فيا السواق؟ يلا يا حبيبتي قولي معايا ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنت. كلي ان شاء الله ما اكلتي.